بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشكاني واكيس عشان يكوباد كمدة من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، باب حث السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ وزير صالح وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم. حبابي هو كسب سن عشرك حث السلطان إنك مدحوينها إن لغو عربي لغو قبابيو أما لغو بوريو يو القاضي إنكم مدك الحكومة يو غيرهما إنت كالي لبضع وحنك أعينو من ولاة الأمور وليها تلاضي يتلس كهياء على اتخاذ وزير صالح لتريه وناكس إن يشار يسميستا نوال بو حل هيا حل كاسي أما حل قود هنغضا مدقار هنغضا هنغضا وحالغولا لغو عربين شرعا انو يشو لطلية وناكسن او تاقيرا يو تحذيرهم تدكا مسؤولين تاين لو قدقو من قرناء السوء صاحبهم يو لطلية لطو بآنو وناكسنين يو القبول منهم انو حلقات لغي سكوا حن لطلية حن وركو كوكينا لمقاتو تاليدي سلمييلو انو لو دقا ودنان لو دقا فراني تدكا حن اياما أن وناكسين ليتي معايير إنك حنوان حمان بقتل لي. قال الله تبارك وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء، الأخلاء وجمع خليل ذاتك صاحب ضاه الرفقاء ضاه أدونك كل صاحب يومئذ مالك قيامة بعضهم بركود لبعض بركك لعدو علب ويهين و لا دغالم يو وكعرين وجدعوين يان الا المتقين كو الله كعب سدموين ددك الهي درت كو ولا لوبي اما ادون كسي وناكسن كو صاحب كو اها اخر ما كلا عرين وحو استرين اما اسكو مراتي كعيان ددك لكن ايغو حمها كو صاحبي عدو بي سنقونيا سيدنا علي وحو اورن جيري ايضا تفسير كي اثر دير لا غوريو اورن جيري لبا صاحب وي أخلاد وخليلان مؤمنين وخليلان كافرات لبا صاحب مؤمنين لبا صاحب قالا لبا صاحب قالا هذيك الهر مؤمنين تعفون هذيك الهر دنتان صاحب كهر يمرق نفط انت يكبح ذو وناق الرب وطلق له أركي جنادي يا خيرك يحورنا يا إلهي وصاحب كي انتو كأغانا يوحن كسوغانا وناقسن وكأغانا يو كأغانا إله حويان إيمانك كسب بورنيا إيمانك كسب وتوفيق ذا وافجي وسيدان كوجا إنه كسي وناكسن هذا موين الله يسنك الدارين الله دور ود عينيا هدي لو يديه ولا إذا كورنا صاحب كان أماني وناك بك شيء جيا أما الله بذا كله وحماه كولا لوبي قال هذا أيوه مدول بك كله أيوه هباريا عايا بل وحورنيا إلهي وهبل يوسن إسلام او انتبت كينين الى او كرد دمين عذاب كان دمي كان كلام مسلم كحكولي اله وننكاسي وناقا كسو وكود عينيا لكن لبضا وذاي اما الرفيق صاحبه قال هذا مدولك كالو قاضي او حولي اله وهبل يوسى انتبت كينين او اسلام الى او كرد دمي عذاب كان دمي لانو حمام بقلت لي اما انو صاحبك اهين اساقنا صابعيك اه مركا حديث كابي هريرة ضعفه كجرا سون حكوي مد تدك أخي لدى وناك صاحبي يجمع الله بينهما يوم القيامة فيقول هذا الذي أحببته فيا هذا الذي أحببته فيا إلهي بأسوك يعني لبضي صاحب بضاء هاي وناك ولا لي ولا لوبي كدبنا مركا جنة اللقيه كي كلا لي واك صاحبك واللوكيني وأنك داري لأدوك علاتي ساسا قوى الله حيني مركا وحوي مربطة حل هيسو أحد وانا كالتا لنا يمويين وحكا لإسكفوكي لباتكو قيسانا يعني وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسولك لا وحيي ما بعث الله إلهي مصر صار من نبي رسول مصر صار ولا استخلف رسولك كسيسما كموسا لغان من خليفة كسيمة إلا هدي الرسول جراء من نبي إلهي أسود جراء من مدحوينا وقدم الرسول أجره كانت له بطانتين لبا تليال باو أهانجري بطانة أصل كيدو وأسريرة وسرت هذا أي بطانة الليل هذا نينك سرت هذا أغنى صاحب صاحب السرنا بطانة الليل هذا محايا إلي
waxa adiga boggaada iyo beerkaada ku jira ayuu ka warqabaa. Yuqaalu batantu amrahu, batantu amrahu ay waan u kuurgalay oo xaaladiisan ogaaday, ay calimtuhu mima akhfa, calimtu mima akhfa aw idaa calimta min khafiyihi ma laa yaclamuhu gayruka la yidhaahdaa. Marka bitaanadu waa sida, bitaanadu sidaa weeye. Ilaa kaanad low, waxa u ahaatay ninka asaga ah ee khaliifka ama rasuulka iyo nabiga bitaanataani laba taliyaal, laba xog haye, laba xog haye. Bitaanatun xog haye ta'muru, waxay faraysaa bilmacruuf, wanaagay fari, wa taxuduhu calayhi, waana ku caraabino, way ku guubaabino, way ku tirtirsino, war wanaaga samee, war cadliga ku dadaal, war ummadda ilaahay uga cabso, war xaqa iska bixi, war sida yeel. wa bitaanatun xogaye labaadna oo tii xumayd ana ta'muru, waxay faraysaa bisharri, xumahay faraysaa, wa taxudu calayhi sharkana, way ku caraabin, way ku boorinaysaa. walmacsuumu man casama allah, waxaa dhowrsan oo la dhowray axadku alla dhowray. yacni bitaanada xun sharkeeda waxaa ka magangala axadku ilaahay ka magangeliyey. wa fii xadiidi abi lhaytham, sunanka inuu ku maray, waman wuqiya bitaanata suu'i faqad wuqi, waa inaga soo maray ninka faqad wuqi, ninkii ilaahay uu ka ilaaliyay bitaanata suu, ilaahay waa dhowray. saaxiib xun iska ilaali, haddaad mas-uul tahay iyo haddaad mas-uul ahaynba, saaxiib xun meel xun buu kuu horseedaya, wanaag ka faa'iiday maysid, dhibun buu kuu kordhin, aakharna waad kala beri noqonaysana, waad isgaadaysaan. rawaahu albukhaari. wa can caaisha radia allahu tacaala canha qaalat qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi waalihi wasalam idaa araada allahu bilamiiri khayran jacala lahu wasiira sidqin in nasiya dakarahu wa in dakara acaanah wa idaa araada allahu bihi gayra dalika jacala lahu wasiira suu'in in nasiya lam yudakirhu wa in dakara lam yucinhu. rawahu abu daawud biisnaadin jayidin cala shardi muslim. idaa araada allahu bilamiir, ninka mas-uulka ah ee talada haya rabbi hadduu la doono khayran wanaag iyo inuu badbaado aakharo, jacala lahu rabbi wuxuu u yeelaa ninka asaga ah wasiira sidqin, kaalmeeya daacad ah. alwasiir waa axadka meel mu'aazara, waa axadka ku taageere, ku taakulay, ku garab istaaga weeye. ayib, idan wasiira sidqin waa daacad baa laga wadaa. wasiira sidqin iyo makaana sidqin iyo wixii markaa uun barakaysan baa loo jeedaa. wasiira sidqin in taageere iyo gargaare daacad ah oo uun ku khaa'imaynin, ummaddana xaqeeda kaa ilaanay, adigana ku dhowraya. nabiga baa fasiray wasiira sidqi in nasiya, hadduu halmaamo khayrkii iyo wanaagga u ahafo ninkan amiirka ah, dakarahu wuu xusuusanaya, war hawsha iyadaa qabo, war salada aynu tukanno, war hebel xaqiisa aynu bixinno, war sidaa aynu yeello. amiiroo shalay ninkaas saa tidhi, hawlihii oo dhan buu u sheegaya, wixii khayre uu hafo ama uu ka surmaseegteeyo wuu xusuusinaya. wa in dakara, hadduu amiirku asagu khayrka xusuustana, acaanahu waa ku kaalmaynaya, waa ku kaalmaynaya. wasiiru sidqiga iyo wasiiru suu'a waxaa kugu noqon kara dumarka iyo xaasaska aad qabto. xadiidka abi lhaytham, wakii intuu nabigu martiyey oo nabigu u dhaweeyey oo si fiican u maamuusay ayuu wuxuu arkay wadaadkii wadaaddiisa wax khaadim ee gacan yara aan lahay. markaasuu nabigu ku yidhi, markii aan gacanta ku dhigay qanaa'im iyo ilaahay uu gacanta wax soo geliyo, ii imow aan ku siiya khaadim bal dabka iyo shaqada wadaadda ka xigsada. maalinkii dambuu nabigu u yimid nabiga calayhi salaatu wasalaam, laba addoonba labadan addoon kala dooro, kala dooro yidhi. wuu fiiriyey mid badan inuu qaato, nabiga ari kan qaado, kanaan ku arka isagoo tukanayo oo salaada ku dadaalhaye, midkanaa kuu fiicna kan qaado. kii buu qaatay. markuu qaatay nabigu wuxuu ku yidhi, ninka addoonkee muslimka ah ka dadaal, xaqiisa iska ilaali, istawsi bihi khayran. wuu la tegey, gurigiisii wuu la tegey. xaaskii baa tidhi, maxaad maanta nabiga kala soo kulantay, addoonkan oo isoo siiyahay oo inoo adeegaya. nabigu markuu ku soo siiyey muxuu farin oo ku faray, nabigu inuu dardaarmi u ogta gabadho, gabadh caqli badan oo ahluddiin ah. nabigu wuxuu yidhi, buu ninkaas ayaan ku siiyey ka dadaal oo xaqiisa iska dhowr una naxariiso, istawsi bihi khayran. waxay tidhi, haddaad nabiga dardaarankiisi fulinayso, addoonkan xore bay tidhi. markaad xorayso isagoo xora khiyaar hadduu nala joogahayo iyo hadduu duurkiisa geliba ha yeelo, khayrka ugu khayr badan ee nabigu kuu sheegay waa inaad xorayso. ninka khayr ku ogow oo ka dadaal, suu nabigu kuma dhihin xore bay tidhi. wuu xoreeyey.
waagii dambe nabigaas kana Abu Laythan warin adoonka ka waran nabi Allah wadaadi waa waxay tiraa la xoreeyo waana xoreeyay markaasuu nabigu ku yiri ilaahay markuu ruuxa la doono khayr wuxuu saaxiib uga dhigaa iyo sirhaye iyo xoghaye ruux bitanatu khayr gabadhu markuu waxay noqotay bitanatu sidqin wazira sidqin haaska dadale ilaahay ku hagaajiyo wax ka wanaagsan ma jiro وإذا أراد الله ربي هدود دون به بالأمير غير ذلك وحن خير أهين أفقبات سوية شر النبي ومدن عربك مدن شنين أكل لي حنية وإذا أراد الله به بالأمير غير ذلك وحن خير أهين ربي هدود الله دون جعل له وحؤية له وزير سوء وزير حن وزير خائنة دنيستي أيو ضبرد يا وقعل موديسة إن نسي هدو أميركو هالمامو وحي حقها يواناجي لم يذكره محسوسيني وشيء ما هيو وإن ذكرها صقب هدو حسوسته هذنا لم يعنه أو كالمين ما هيو بل وكشي لها يا وكدنطالها وكهرتقها يا وديدها يا وكمانعها يا رواه أبو داود بحديك وربي إسناد جيد سند وانا أقسم بكوي على شرط مسلم ساسي أبدين أحد أدنكم ما أنت جوغة وليو مركا ترى أي حل إسلام قبطه أنت كوجو حيرنا كدبو أردي سبضن كود وحوي وزير الصوب يبدين دنا يستيال بيبدين ولذلك جماعة من السلف أورنجر إذا دخل الفقيه على القاضي ثلاث مرات متتاليات في اليوم من غير حاجة لا تقبل شهادته حدا قاضيا مشوف فدي وحكو حكومة إنك وذات كادو صدح جور أطقه صدح مال ماذا أسكح تعافوا صدح معلومات اسكو حتا دو اوتا اسوغون دان كاليه مخراتو فرايو حكم او كاتلي من ان لهين ان اسكا تغا ميشا حفيزكي قاضيغا حفيزكي وزيركا اوتغو نينكا مخراتيس لما قبان يداد وفاسق متهم في ديني وقاضي وماشو اوغو وناكس ني عالم فقيه فديه كور مركا وزير وزيردا شياطين تا ايو بارلمانكا ايو ايشيغ كوا اسكو شيغي اغاسمياش ايو بلداجياشا حلك الإسلام كحقوق هاي استئيو مدح وين الشيطان وطاغوتيا ما كان كذا ما هو يدو حلقوا أمني حلقوا أمني إيش جا قال السوي مركا حلك دون هذا هاي سيدي إلى هين وزير يكالمية يسردون سرهية يحق هيا ضاع رقصيو إلى هي كبري ضد كنا إسكا إلى عليه باب النهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرهما من الولايات لمن سألها أو حرص عليها فعرض بها وحباب الريب الله يسكر ريبي عن تولية الإمارة حلك إن لقبته والقضاء يقضها ولقبته حكمك يا وغيرهما وحان كاهن سياسة حكم منا أن كاهن ومن الولايات مسؤوليتك كلاء يان لأقلين ولو ديذة لمن سألها نك عطية ضلبضة أو حرص عليها أما كد ذلك لدي حلك قبل شديسة وفعرض سربابا بها بالولاية بالتولية بها بالتولية والتأمير أي سربابا هي توصل من كود اسم الله قيابا أو كده هوشا وفعنا الله هيد وحشقون هيا بريها نمجرته حلال الله ويبنائهم بالالها هولها سوك أقور كل لما أقلوه لأنه ننك الرادين يضلبنا وحا أبنا يا آن أوي هاي إنو دني سني حيل حلوة لقى عرّا ولقى فوق هذا مسؤولية عذاب عليس بيلاد هاي مرك عليس كي نينك رادين يدبو أردية أما كد ذالي يمعنه ذو حوي وانين دانيستا أو ربا إنو حاجدي سقون صدو مال آخر رب جيبا دانت أما يدبو ضيعها يا وانين سو شقت تجا أمدها اللي جي هلاك صعدوي مرك حلو دي بماي عربي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال دخلت على النبي النبي كان أقول عليه الصلاة والسلام أنا أنيق إيو ورجلان اللبان من بني عمي المأذرت يا أشعريين قل كري أشعريين تري ما نيت بيهاي فقال أحدهما متكد وحجري يا رسول الله رسولك إلهي رواية كله قعد يوحو اللبان أو أن المأذرنا إلى السعودين من نقع أنت من ذكبه إلى السعودين من نبيه أنا ونحن كتشري وأن النبي كان أقول النبي ونبي كان أسكسه الصلاة أنا ونبي قوم بنسوت ويدون صوب بغلي دن كلا كمال هاي أيون شو مراد كلي وطن ونمن شقضونا فقال أحد ما متكد وحير يا رسول الله رسولك الله يو أمرنا نودي تلا أمرنا قدك على بعض ما ولاك الله إلهي وحي كود لبي مسؤوليات كان حيال كان أضحي سميت كان ماذا أنا يهب اللوك لديب أمرنا على بعض ما ولاك الله
وقال آخر كي كلن وحويري مثل ذلك سيدو كلي كي كلن وحويري نبي الله واسدا سيدي حل كان مسلمين بضن بعض شقاو دي بتاني ما دي من ودرت ما شام ودرتو نياد ما كودرت هدي شقاو وحنو دي مركز النبي قص قصة ما جحدي كمسلم رواية مسلم بعد عفوا يسي مركز النبي يقول وأنت يا عبد الله بن قيس أذو محل هذا عبد الله بن قيس هو الواه الله هو الله هذا أذا دمنا أذو غنو بالبرات كذا سودة النبي الله والله إلى ما كنت أرتي ضن إني هوشة أصعد أنا ميسن إيش شيءين قلبي غدنا كم متشرين أنا ونا شق مدون هاي وانقصوا سلامي ما هو تدتو تصعدون إسكو مراد إسكو برقيم باتشري فقال سبحانه إنا أنا والله الله أن كنت أرتي لا نولي أمد ابن هذا العمل تلظى مسلمين توي تلظى مسلمين تهيراتو هبطناتو أمد ابن أحدا آدم سأله ويدستور راديي أو أحدا أما آدم حرص عليه تلظى إنه قبت كد ذالي متفق عليه وفي رواية لا نستعمل على عملنا من أراده ولكن اذهب يا أبا موسى أو عبد الله بن قيس فبعثه على يمن وإذا مسلم عديس مركز من النبي والماء إلى من كنا أرتين إنها وشان رادنا يوم الدي ابنه إذن كحوي دين دي مهايو عبد الله بن قيس بور وأبو موسى الأشعرية أضوه يمن بان كوتر وكي يمن هدي ومضى وحبنا رطر يلك هذا سحابك قضية مركو وقضية آدي آد أولي بضنوه يمركو أن لا يسكئ إلى عليه يعني ومسؤولية كينيسة حديث بان نبي كريمة حسن شغل اسلام تيمينا ادو حجيو مرك الله في طرق سنة حسن نقرية نبي حول عليه الصلاة والسلام ننكي أحد مسلم حل أديبا أسوغو أحد كم مضان وخائن غاش لله وللرسول وللمسلمين نبي بان كريمة المادرتا صماليكا لي شقي دونيا أذو أغنمان كم مضان إني جوغان حقا كفاءة أقونتا ضاع عدنمان ضدنمان الدينت لن والبركة ونكسي إني تشوك هذا من كشق عليه خائن باتاي خائن غاشي باتاي آل النار من غشنا فليس منا وهل سوي نينك مركز شق هذا رد صوت انتي رادين ايا وانين دقر قبا وغالبا سيدبدا وانين دنيسان ايا وانين اسكي اسو شق التقاي مسكين كدور سان ايا ايو وليق ايو حوك سان ايو ايو ميت كدبان بايد سقر سان ايا كيبا ونكسا سيدو كلوي نين هدار تباشا رادين ايوانين ربا انو ماشاسي ومد حق يدو كدون صدو كدو تيدون هايو اذا نبو حوار كنمان كنو عاسم حلود بأين اي تاي خيانية غش اي تاي خيانية غش اي تاي اذا سيدو كلي حديث كي ابي موسى الاشعري حديث كي ابي موسى الاشعري الصور محاكو يمد أصغر وحكوي مد نينك شاق قبطة المسلمين تحل أقبطة موسى الأشعري يقول كسب برد حديث كشكي نينك ابن أمية يلي شاق كودي بايا عمل بان كودي بايا مركز سوري قد هاي دي بني خراسان بان كودر هاي درين محاجرة آبه بان كم بقلي أو إيدي نبي محمد با وحو إيدي من تولى عملا وهو يعلم أنه ليس له بأهل أو ليس له أهلا فليتبوى مقعده من النار ننك المسلمين تحل قبطي شغا قبطي لودي بأسوء قرنية إنه سنهوش أعن من أقل من نارها أدير قروب أذيك النبي وقال الله عليه الصلاة والسلام كي تلد كودي بي وزيرك أمام العوين والنبي وقال الله الله هداد شقا ليسود عد شقا أدي بتأد أكتا إن لقاها بوين هاي او نن كغه بون او جوغو شقدا قوان كرا اذا ما تهي خائن الوطن خائن الدين غاشي لله وللرسول والمؤمنين باطا اديك شقدا لغو ديباي حدد اوغتahay شقدا ان ادان كسو بخي كرين او دن اهل اهين اظو معلم قرالي وحا لغو ديبو وكالته هي ها انجينيرك يا كش غيرس انجينيرك وحا قمرايسا دسمها ولها ورانو معلم قران بان اهي دوك سوين إيه دي سو عرط إيه كينا إذن عربي وإذن تابر الدين كإذن باري أدو قيل شروع ولي أنا الحيل شبتهم موين يا حاتر وزارة بيرها أنا مسؤول كان نغاني صحيح امتحان ما يعني شقاء أذن أهل أهين بلودي بهاي أدو نخترع أو برطي إربطت خلصي الله قدر حاتر أنا قادر نغاني أم حاجر أدو إيه مقعو مشاركي أنا وذا دان كان سنة ماشي يغشق إيه
حدونك ما أنت كصعد آفذا نينك الشقة قبطة شقة سو أجي هاي نوسن أهل وهاي نو عنا من أوسن كسو بحكرين نبي حلف فلي تبوء مقعدهم من النار الدم أمير وح ما جنب الله كره وحور أنا أهل بقطه يقبو وكو قصبي وتجي وسقاط الشقة أبو برد مقصان مغنابه وصان نقضي عقول أميره حلك يقاط عفس بان طلبنا استقاله رخصه هل رخصي ما يبوري حول أباي وحن كم مغلي نبي محمد أنو يري ملعون من سأل بوجه الله وملعون من سئل بوجه الله فمنعه العرضها كل عضو إنك إلهي وجهي سو مدح قوة ديستا قوادنا وريزمان الرقي إلهي درتي إلهي وجهي نقوى ينبابي يتوكسان هيا قوة حريفية جروا ما أنتونا ومد دنباتشيني لعنها كل عضو إنك وجهي إلهي ومدح قوة ديستا نينك إلهي وجهي انتو حلوه يدي بحين وين أصنا ملعون بنا ونعضها كل عضو وهاريس إلهي هذا حرمين ويدا قيمين ويدا مركو حول إلهي وجهي وحنك قوة ديستا حيل كائن هذا قاد، وذن دبدم يقول علم ماشي أي ضاهي، هون مرة ضاهي هلك قاعد يبس وكعفيه، يعني الشقاء أن هذا قبنا كرين هسق قادين، أديك له نار ودير جرو، مر كورنا هرادينين، أديك ضدك الشقاء ليسين هي وزارة دا شقاء ليسين تيها أول هذا وحالك الربان نول بنوك وشقاء دا كي قاني وكعرف سن ياي حيل كذا وقصو بحكم أم مقعاب، هذو أم مقعاب أي ضاهي خائن بض، هذو كنا مر وحاسو للرقمرية. عزل الله رقم ريه مركز سلب قوبك عرر الجرين وحاس ما دام يوجي لبكي سي شدة ديسة دلالة يكون دلالة إسكدة هي هذه إمارة يقضى للسور رسده كعرر الجرين بس هذه الطريفة دي أحمر توضقرني سابي جعفر المنصور إنك فاجر كظالم كري بن العباس إيو يا أبو حنيفة الإمام أنعم ثابت أبو حنيفة القاضي بان كاردقة هي ما يبرق القاضي أهل أمئه لا أصلح له ومصوب بضم حلك مقا بنكره كذبت بور فجر دموقت إمامك عليه كذبت بين بطشك تبور أبو حنيفة دنيا عقل بضم بحول أمير وحول حكومي إن أنا قاضي نقون كرين الحمد لله بور أمير كاب حكومي أنا قاضي هي أنا نقون كرين وسيمك حكومي بوري وحد كحن كنت بوري هذا رون شيء جيسو هذا رون شيء هيون إن أنا قبن كرين أنا رون شيء هيو هذا أهل أمي هبوري هذا أم بين شيء هيو سيد هذا أشكت أم بين أنا أروح حلك قوان كرا أنا إلي ما قوان كرنا هذا بان القادم أنا قوان كروري هذا هذا دوي برتي إما إن أم بين شيء هيو يو إما أنا أروح شيء هيو محن كور أميرو حلك كم صبح كرا قادم أنا قوان كرا هذا أروح شيء هيو هذا أهل بأمي هي قضها حلك إن دي بتنا ما بنانو هدان بين شيء هي أضاب يحكمنا بين شيء هي قاضي بين على نم بين على قاضي من قنكره ومضنا عدالة كل حكومة ما هي وقص نمرك أورا داف بور شيطان بات هاي أنت أسوق قاض إمامكم ربنا كعب حصل شدة دي زي ديب كيس حلب بات كبيع كرتا أفدا نت كبيع كرتا معايا لو حي أقع الرأي إن سلفكو حيل كاس هي مسؤوليات كاس جور كباب بطي ظلم كباب بطي كما بيع كرتيد من شارك السلطانة في عز الدنيا شاركه في ذل الآخرة سلف كورنجري دولة هي مسؤوليات كي حلال كننك شرفت يحوه مقعي ما انتليهن لو ذاقه كل الضارطة إلا أقدانت آخران الدل قول لو ذاقه هيا من شارك السلطان في عز الدنيا شاركه في ذل الآخرة فننك كمري جري سبيان الثورة أصوك ودمشن مالا ضبو بكي استاقي وذاديه فقد أبو صدق توحوري إذا رأيت القارئ يلوذ بالسلطان فاعلم أنه للصنبور نينك فقيها أما عالم كذارة توسوه أن دولد ونكدب وريقها مدحوينها يا ولهاس إنه توق يا هاي أسن ولاده إن أقوك بروا توق موريان ديميد سو شق التقوي وإذا رأيته يلوذ بالأغنياء هذا نينك عالم كي يوذاتك أرك توسوه أن قنع ستصدي أغنياء يقوليها تاجرين تنكدب وريقها فاعلم أنهم مرائن واستصبر وحو شكت الدين ما وحو شكي وابين وكو شقيستا عمدي يكفيد وحوة حوق دق دعين وكو هلو يعرب دقا دين بما ودور فعلم أنه مرائن وإياك أن تخدع بور ولبا إسكا إيك بور هدنا إن لغو الدقو أضو مرائي واستصأ أما توقو مريانا هدنا إن لغو الدقو
iska ilaali way qaalu laa kase la yidagi mujusfiyana wuxuu oo lagu yiraahdo taruddu madlamatan wa tadfa'u an madlumin fa inna hadhihi khud'atu iblis bur qolaa waxay kugu qalqaalnaa inaad u tagto madaxweynayaasha iyo dawladaha iyo aad ka qayb qasho oo dhex joogto xilay dulumka ummada laga yareey min baabi taqliili sharri min baabi irtikaabi akhaf ad-dararayn ihtimal ha ادنى المفسدتين سبحان ذو الفقيه وحوله يعني وخدع الشيطان ابليس ضدك وحكاوي ظلم بوحكا قبان كرتا مسكين باد عاون كرتا ظلم ودان باد يرين كرتا ما هي هذا مش كو افوبي شمع محوزم يا شمع ضدك وقف يا سكان قبته شمع ضدك والله دايه قروا كو افنا سكونا ابر وبابا هاي وبدا ستقلي كرتا مركا ذوك هذا قبانيا وعرف ان هذه خدعه ابليس اتخذها القراء سلما قولها فوق هذا يا تشانجر كدكتور اي كفولان الباب كدولتها يا وزيرك اي اغنيده ما وحبك ما جران بول سؤال وحبان وحان مقلي جري دوعا انت تكت وحبان سو سميت ايدو انا سو سميي ورك ما مقشيت ان ذا ما يسمى الى تاي هداد نيمان كا كعبخدان ووخا لا هلا نيمان مسلمين هورا لا هلا اون جور يظلم كلا كثيره كون وطواقيت وشياطين وزنادق اسلام شغلكم لا وهري دينتي كلوغيون ودرك دغتين شيطان بيو شقيان مسلمين شغلكم لا وادنا استيال ولي بدبالو دقما دين ملها غبن ملها اسك الى كو افبنا دينك نبرتا حوكسدا حرفدات كو شقيستان برتا بني ادم كان كافتونتان اسكو دايا dowlada iyo kuraas iyo hadaba hablaynood ku ciibaysan cilmiga iyo wuxuu rabbi idin baray qiimeeyo sharaf weeye kitaabka ilaahay wax qali aad haysataan waa inaad qiimeysaan kitabu al-adabi adab kibu kitab ya al-adabu wa al-akhdhu bimakarim al-akhlaq salaf ku taarif kala duwan bay ka bixiyaan laba taarif oo ugu roon baan idin sheegaya al-akhdhu bimakarim al-akhlaq waxaan ka booday sumaana dhamayn qaybta hore illa qaato oo ku dhaqant hadiya goor laba talata wanaagsan laba arimo tasareysa gobanimo alakhdu bimakarim alakhlaq adab ku wa gobanimo waxa u taqaanay dhaqan wanaag walaw xidhan ma adabku wa isticmaalu ma yuhmadu qawlan wa fi'la isticmaalu ma yuhmadu qawlan wa fi'la ina samayso hadiya goor wixii lama hadinayo weed iyo oraha iyo falba fal iyo ora hadaad ficil sameen ficil lama hadina sharci ma allah imanaysa hadaad weer ku hadli wa qulu lin nas husna way yani ruuxu inuu ku dhaqmo dhaqan wanaagsan fal ahaan iyo af ahaan iyo adin ba ayaa la yiraada adab la yiraada anshiba la yiraada suluk ba la yiraada idan ahwaashadu hagaajisa loo deeda anshax ma laha hebel edab ma laha akhlaaq ma laha wa edab daran yahay wa taqaana ولذلك أفرده الإمام البخاري بالتأليف كتاب الأدب المفرد واتقى أن نقوني بأسارة وأنا كتبت لك قرية بابك كتابك أقوق قيمة بدن أحاديث صحيحة كتابك لقوق نكيسة أقوق قيمة بدن أدبك أخلاقيات نكيسة أقوق قيمة بدن إلهي باب بركينك كتبت إيسا باب الحياء وفضه والحث على التخلق به وحو بابي هاي الحياء حشوتك إن لحشوته وفضله يفضلك حشودك أوليها يوالحث على التخلق به إن لا يسكو عرابيه إن لا قدقن إكتو وحشودك لا قدقن حشود وامعي وطبعي وناكسن وحماها أتكك سريقا وناكنا أتكو سمي يظل بوشيخ كتعريفين دونا أصغو جنيتك سقورين دونا وخلق يبعث على ترك القبيح والتقصير في الحقوق وطبيعك وكينيسو كوغو خمبارايس اناد كخشوتو وها خن يو وترك التقصير في الحقوق اناد كديراتود كفغادو اناد كو غبوت فشو اود كغاسرتو حقوقي واجبات كو سارا وادداليس حقي بل اسكبخي والدك حقي سي ولاله اهلك قرابدي صاحبدي مساكينتا مسلمين وحد كو دداليس اناد وخي كوغو لهايين اما وجوبا او استعانات غدو وها كوغو خمباراي وا ايمان الحياء وايمانك ونحرك دمشه ديريده كوجيرتا وي دنقشده اسلامنمو وي
marka tabciga ku diidaya inaad keenay inaad xumaanta ka sariigato wanaagana abaartood qabatinto ayaa xushood la yidhaahdaa. midka dacfiga ahee waa inaad xaqi ka gaabisa ah ama aad ka gabata ah xushood lama yidhaahdo. soomaalidu way kala yaqaanaan xushood iyo khajil, way kala yaqaanaan gobonimo iyo dullinimo iyo gunnimo way kala yaqaanaan. culimadu ka cajzi iyo mahaano iyo dhulli bay u yaqaanaan, ma yidhaahdaan xishood. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر النبي صومر على رجل من الأنصار من أنصارات بصومر وهو يعظ أسوق وين يا أخاه ولالكي أيو وين يا في الحياء أي عين الحياء بك وين يا حشود بك وين يا وعد يقول هذا ذكر بين صوت تعريفنا الوعظ وحاوي وزجر مقرون بالتخويف زجر مقرون بالتخويف وإن وح لقى عابي الوديد ولقى الريبه luguna raaciyo goodi iyo cabsiin oo leh waxa hadda waxna samaynay lagu dhaada haddaad samayso waad eedi waad eedaysa aakhiriya adunba. hada huwa alwa'du oo xulee warniyo waxaan iska daa xishoodka maxay xishoodku uu ku baabiyay buu leh ibar buu ka dhigay waxba qabsan weyday wawa yacidu akhawasu waalki ka waanaya fil xayaai xishoodka ka waanaya. faqala rasuulla rasuulka le wuxuu yidhi dacu warka leexo daa wiilka ورداء ساكا في عانة فإن الحياء حشوتكو يسريكتو حمها لغا سريكتو وانا قان الله أبارو من الإيمان إيمانكو كمدي هاي إيمانك إيمان حشوتكو وإيمانك دمانتي متفق عليه وانا قانت كوها قاتود واجباتك اللات ماضوا حشوت إلا باتك حشون إيسا حمها إنات كسري يسوت قطك توا حشوت دينتو دنبا حشوتا diinto dhan baa hawsha inaad ka sariigatood ka cabsato isu diido ka fogaato xumaha wanaagana aad qabatinto ayaa xishoodka ah wa adab iyo dhaqan wanaagsan wey. idan xishoodku waa laba qiimina waa qariizi minna waa muqtasab. dadka xishoodada sariigta ee xumaha iskaga baa ee ka fogaada haddaad in badan la saaxiibto la fadhiisato waa dhaqankooda baad yeelanaysaa. casiin iyo madow waxaan ka yimba waa la isgeliyaa. midna ilaahay baa kugu abuurayo waa ilaahay fadiilo uu ku siiyo abuurkadaba la socota labadaba wuu leeyahay. caqli midna waa qariizi midna waa muqtasab. geesinimada midna waa la kasbadaa waa la shaqaystaa waa la bartaa sida uu saamin munqid ka sheegay dagaalihii sabiiliyiinta shaam ka socday wuxuu ka sheegayey nin waagi hore fulay ahaa oo wuxuu waliba qisoodna qabsatay. wuxuu yihi nin daciif oo ree roma farinji oo gaal ah yaa isagoo faraskiisii wata oo seefihiisii warmihiisii u dhammaystirin buu ka cararay xataa uu islaantiisa ka difaacan waayo. 10 sano kadib ninku isu duuli jiray ciidanka muslimiinta kaga raaci jiray raashinka uu karinayo dhaawac uga qaaday waagidan bahal buu noqday buu ninku waxaan arkay 100 nin meeshuu galo inaad asagaa waagidan raaci jiray ciidanku la socdo waa ninkii waagu hore fadlin jiray wuxuu waa barasho waa barasho ree muqdisho soomaadiga lagama sheegay waagu 91 ilaa 2000 hadda lixdii meesha xabada ku dhacday ku yaacaan warka soo ma haysaa haweenka caruurta xabas laguma carari jirin meeshay baf ka tiraado ay ku yaacayaan dhaawaca qaada nin wax kureydan waxbay meelaha inay wax ka helaan bay rabaan miday jibkiisa baadhaan nin walba dan buu leeyahay inta way qumanay islaanka ana ruuxa hada dhibku gaaray bay badbaaday iyo dhaawac qaaday bay u tagayaan nidanaysi waa barasho wuxuu marna waa barxi waaga dambana waa la qabsan hawshi marka geesinimadu qaybna waa lagu dhashaa qaybna waa la shaqaystaa waa la barta xishoodkuna waa sidaas oo kale khuluqa qiimaha badan qaybna waa lagu dhashaa qaybna dad dhaqan kale oo la saaxiibtay baad ka qaadan waaga dambe dabiicay ku noqon. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء حشودك لا ياتي لمن يماد الا بخير وحوانا غاين ورحشود دب مكينه وانا قم بوكينه حموك عليا وانا كوكو قصبا او كو ديرا وفرين خير متفق عليه. وفي روايه لمسلم الحياء خير كله حشودك دمانتي وخير وناك او قال ابو حوري الحياء حشودك كله إذا الكي خير وناقوي ميلو كي ما دبا ما هي دوا طبع بان ليك كريبة يحمها كودي ذا يوحي حق هاي المسؤولين أتكو قبوت فشوت كقابسو
إذا هذا خير بوالاوي لكن مركز الأسكو خلد حشود يخجل يضعف يمهاني يذلي يست الأسكو خلد يدباتي مادة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بحر الإيمان إيمانك حوي الله الرمية بضع وسبعون وتضباطا يدور أو بضع وستون شعبة أما واللحدا يدور شعبة قيبوت قيبوتوي فأفضلها متك أقيم بدن إيمانك لامه سلانت أحق بدن أفضل بدن قول لا إله إلا الله توحيدك لا إله إلا الله أولا إله هذا قولا وقالبا أفكارك قاشي دبنها هي دبنها أدن آية فعلان أقول لقنته وأدناها مدوه وصيص حق أجرك أجر يرنا إماطة الأذى عن الطريق حمها يدباطه وشتك لقل ليحيو إماطة الأذى إزالة الأذى لبك لقل ليحيو عن الطريق المسلمين وضضوضة موسك يا لي نلالا كتشب طي قضاح ضئي برطئي ليقضى الغوك فكر وحاسود كهجا تسوي والله قاضو والحياة حشود كنا شعبة من الإيمان وقيب علوس الدين تنكمد أه وحن متفقون عليك وحن قصوا مري باب كصدح تبنات في بيان كثرة طرق الخير البدع بكسر الباء ويجوز فتحها بعض والوص لقيا إن لقربنا وابنا أنتهي وهو من الثلاث من الثلاث إلى العشرة صدح إلى طوان بالا إلى هذا بدع دور دور روح مكان لنا إنه وإن أنتبلق قد أفصم عليها وحن طمان رنين بان دور هنا إنه لبنا كبدن لبنا دور مدهانو كو إيا لبنا محي كد كو كرهي طبنا آن لقارين بان دور هنا طيب وشعبة وحوية القطعة والخصلة شعبتنا وقبل أما قيب ويلان والإماطة الإزالة والزول أما قادم ماشي وحي اللقا قادو والأذى لبكو وما يؤذي أمضى وحي الدبا كحجن لقحو كالي وشوك قضحو كالي وطين قلقل أمر ربا ماشي داتنا كالي والرماد يا دنبس يا وقدر قشن يا أسقق ونحو ذلك وحي لمها المالة وحي أمضى دبو مالوتشي ذا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك لوحوها أشد مدرا حياء حق حشودك من العذراء قبرنا بكاردة أو في خدرة كجرته قنطوب كده كجرته أما خدري كده في خدري نقوم من قانو ريكم فريدك قلي عربتا يشانشيد يددكا سيقان سماريدا لما قول لي شو أو شو آدم يقاننا وقرنا يسان بيلتاي قبرنا مركا يقان قاردو حقنا وليان لغورسنين بغورغا آبه يدقن تايبا قيبير لغو حرايا ده وحا شندر وآن مودو مرخ خفيفة الالكاسة يقليسا وحلق يمركو يوحو شود بدنيهين وحو رق ما أركان ضد ما أركان آبوه يوض بك عبصانية عندو دي الرشين كاكاسة لغو سيني حلق سولي آدان يحلق لها تلما يقان آد بيوحو شود بدنيهين كوا كل حجيه ددك الا دق ما هي وي كحشود بدنيه كان رسول الله رسولك لو هو اشد وادر راسبن وحيان حق حشود كو حمها لا سريقت وانا غن لا بار من العذراء بكارد او في خدرا قنطوب كيدي يا دهار كيدي كو جيرتي فاذا راى شيئا تيبا مركه لا عدين هي مر هدو نبي كحشود بدنان هوينيداس يا غبداسي فاذا راى شيئا هدو نبي وح اركو يكرهه او دبسدو او قونسدو عرفناه في وجهه وجهي سان كغران جيري ونبي وحان دبسانيو وحنا دو اركو اما واحد دباتا او اركو اما حتى او اركو روح مسلم ضعيف سان اما دباتا كموقت نبي وحانو سنجري وجيسه كموقن جرت متفق عليه. قال العلماء وحيد هذين حقيقه الحياه حشود كدبت او حوي اما ما هي ديسو اما تعريف كيسو خلق وطبع يبعث روحه قدره كعربيه على ترك القبيح حماها ان لا تغو ويمنع الروح كالريب وديدا من التقصير انه كقبوط فلو كقابيه او ضيعه في حق ذي الحق الروح حق لحق يسا. وروينا وحن كورنا عن ابي القاسم الجنيد رحمه الله تعالى فقيه وزاهد وعابده وكان على مذهب ابي ثور بؤها كان يفتي بمذهب ابي ثور ومقبول قوله في جميع الطوائف ادن لو جعلها ويرق زهد سلف زهادها جنيد وحوري رحمه الله تعالى الحياء حياء حشود ما دونسه رؤية الآلاء ورؤية التقصير فيتولد بينهما حالة تسمى حياء سوق بقبي حوال القلوب رقي يقان هذا عنق تعرفنا إن مناطقية متكلمة وإسكتك هيا لأنه وحا تقان هذا الشيء تورك ذو سحناني
متكلمين مناطق لكن وحشان أقول بيكو وريران تعاريف إيه حدود إيه ذاتيات إيه أوصاف عرضية إيه خارجية إيه ما ووصف الداخل في ماهية الشيء إيه وخارج إيه ولازم منفق غير منفق بضاس ما تنفع جنيد محوكو يلي حشود ماذا ربطها رؤية الآلة نعموين كألا كوك لي قلدوا ربي كوك لي أركتوي وإنها وقبتان عافمات كعقلك قروحتا لحظة اللي هذا يسرع سن إن ذهب وحنا نعمة ربك سيد أراك توي حياة كلب ونقول له وش ما لحظة اللي هذا بقى بتمحى كام مكان حاجة شادي بالله ما يس إني باشقين أي ورد بعد مقلة إسا وحول بعد أرك إسا قد كي بعد كل لحن وحقود من محوية عافية ما تبقى كسي حتى إيمان بقى الله كسي رؤية الآلاء أي النعم نعمويك جلدها ربي كوكو من يستو كوكو شوبي أود أرك توي أود إيمان ستو كو ورؤية التقصير قبل أطفال كأت سمين يس نعمويك أدن كم مه نقين إذا كشكرين أود أرك توي على مرود تكرت أزكى سارة مارك وحو أرك أمدة ككلا سارة قاسو دع عنك دير كل فنية يعني نعمة ذاك ما كم مه نقضي ما كشكر إذا ما بأرك يسيب إن أود أرك تو نعمويك أس أود كم مه نقضه او غبود فول وليبا اد كوسوغنتود غابينيسو دارينتا وي نعمه الهي ود ارغتو يا ضعف غادي حمانتا لينانتود دارينتا وي ان دوس ما يسو سكتاكتو اد ما حشود كوغما جيرو فيتولد وحا كدلنيا غابينتادو دارينتا يو حمانتادو دارينتو يا غلدو ربي كو غلو دارينتا وحا كدلنيا حال بينهما بين رؤيه التقصير ورؤيه النعم النعم عفوا حاله ضبيعه حالة وطبيعة وحالة وروح كتل مامي هاي حالة طارئة معها ووصف هذا مقيم ولازم وجد إمامكو حالة طبيعة باكرن ليس تسمى لغو مقعاب حياء حشود ليلة حشود كوا انت هل كاسا يقرن لي طيب إذا وحكوش يقيا حشود كوا محيوا من أحوال القلوب من عمل القلوب وحونا كدشا من علم القلب وكدشا مركز أوجاتو أوت جراتو إلهي نعمينكو كوك جلي حاجة ناد أوجاتو جابين تاد جابين أيزي يوم ما لأن تادي يشكر لا أن تاد آت درينتو ياد حشون إيسا وطن قنيسا فور صن إيسا إله بتك حشور إيسا حمات كسرق إيسا إذن الحياة وعمل من أعمال القلب وحنا كدشا وأنا أثر من آثار علم القلب معناها سو إمام كوشي معناها صحوي باب حفظ السر سرت الله إلى ليلا دوره بأبا يا أباب يا سرت الله إلى لي أحكام بدل ما قدر رسته سر إلا إلى أي واجب تايب أجره من إلا الشيء أي واجب تايب أجرته من إلا الشيء هو حرام من إلا الشيء هو واجب من هو بنان تاي من هو كراهه من هو مستحب أحكام تقدم باقشة أحكام الخمس حالة الروح سرت كو قرصد ونول يا اي مركو دنتنا وا لا كلا قادا مر بدن احكامتها مركا ايدا يا باب كيدو امام كا دكه له دونا وا غوبنيمو سرت ان لا دورو لا الهاليو روحو كو سريستو وا لا الهاليا هدي نين كولا سو فريستو هادل او بلاابو سوال كو بلا او غارداي مودو نا و خوري وا امانو شيغا وا سر لغا ما شيكرو هدي قري ما دهيني سيدي وداد وا دويت أنا صاحبها أين بنهور الشيخي مركز هوش وسوق التالان وقيمت واسدي باري قري ما قد همبوري قري ما قد همبوري أوش الله أباره وعهوي وحيابا أنا انقري كل هم باتري آدري ميسا قاب كان كو شيخي إنو أنا رب إنا ربنا تقري سو لو حول الدين إن كل صوف وريستو أو قار دايما مركو هذا الكب الله وسر وسر هوي وهو شو إلا إلاليو مربا وحال ربا حالة دينا القيمة يسو تدكو ميشة فدي مهال كهوس بقود لك محان هوس بقود لك دانا نصير كودي وذا دي كو نلف فدي بان تنقضار قرطو اللي حيون يندكت أفك كوساري قري ما دين معيطة محان لن نحن نحليها دانا قري أنا كودي أو شو إسك إلالي قال الله تبارك وتعالى إلى يحلو وأوفو أوفية وكصوبها بالعهد حلك كصوبها عهد هنا وحال قوضة عند أهل العلم وكل أمر أكد بعقد شيء والباء ولو قد نوتي هشيس
عهدي با لا يرادا وحنا ودا غدان كلا غدان عهدي با لا يرادا وحنا اسكو غناي عهدي با لا يرادا كل امر اكد بعقد فهو عهد عندهم هذه دار لا راعي فهو ميثاق دار هذه لوو درنا او ليس سن وا ميثاق عهد ودافيا ان العهد بلمه يعهده كان مسؤولا وليس ويدنا وليس كدلبهايا قلوب الاحرار قبور الاسرار با لا يرادا نينك غبته حرتا قلبي يوسف وقبر السرتا يحي لو ديبي ابن عباس با كشكي ادي ابي عباس ودي اخيارتي عربيد اها جاهليه واسلاما يا و هو اركب ان عمر اجعل يحيى ييرهايو او فديده يغو ييرهايو او رغا واوين الى فريسناي ما لك دبا ابا ييريبو حر سو فريسو و هو اني ارى عمر يدنيك فاحفظ عني ثلاثه waxaan arkaa Umar uu ku soo dhaweynayo oo meelan dhal yar fariisinay ku fariisinayo oo rag waaweyn ku dhex geeynayo aabo aniga saddex iga qabo saddex talo iga qabso wadaa ku dhalaa duunin qiyaan badan oo akhyaar iyo aaqil ah wax badan baad ka faa'iidi hadii laakin Allah soo hal ku dhalay rabbi tuug inni ara Umar yudnika fahfad anni thalatha la tafshiyanna lahu sirra سر عمر أولي هاي هفافين نبول هولو كوكو سرايزتي سجونا كوكو شيغي ميل خاصة كشيغي يان لمقلن قضب كاقبو ولا تغتابن عنده أحدا قوبت عمر فرديان ابن آدم باتاي وحان ليس كواي مهاي ميل هذا كلاكو عنو عمر هرتي سروح بن آدم أكو حمانين يعني ما إنو حان توفى صحيح لك ويكلا درنتاي نوا ييل او امير او علماء هرتيس انو خما كسميسو يا بنانكا انو كسميسو وي كلا درني شافعي محيد هذين نبي محمد ميلو فدي نينكو كوزيستا وا غالب دي ومن زنا بحضره النبي كفر لماذا بنانكا هاد كوزنيسوتو وا معصيه مال المعاصي كبير مال كبائر لكن نبي محمد اوف ميلو جوكو اركا يا هاد زنا كو بلودو ها قال باطيدين لماذا فقرس النبي قد رابيسا استخفاف باكوتشرا صوبان هذا كحشونين واد بهدليسا واد ميقانك زين ملكا قد عضي زينادو مركا وحي سبت شيء قال نيما وحيا براعي درتي حرفين محيدة نينك مسايد كل حسين استفقت كفرة شيطان ميلها كسو قبصدي بوا ميلو لطاقو بلال بلسو قالي هاي يدو لك كلام مقيا معيد هذا فوق حنفيه ها كف لماذا ها حنكرب انت ورمضان وحنكود ذنوبته مقام كاي دعايسي ميلها دعايسي زمن كاي حلقي دك كا دعايسي وي اسكو بدشا حكم كيدو وي كلا درنتاي وي كلا درنتاي مركب حلو ولا تغتابن احدا عنده عمر اكتيس الروح اكو حمنن ولا يجربن عليك كذبا بين يوسف كو اركن بول صدح با قود ابو قبا واد لباني عمر ايش سنه كدعي ميس سرتي سافافين اكتيس ددك اكو حمنن هي بين ولي يوسف كو اركن ولي صدح با قود قبا مركز وحكو بلابي صدح وقوقوذ وكو قدر ها وصرت إن الإلهية وكو بلابي هذا قربان سوشي يعني علمو يرادين دولدو يبقردو صدح ومضو القاتال صدح الدين بهذا تقشو كو قد مقشا مقانتاي صرت وضد فافزو ها حكم كي كرسو تكو قبسطو هاوين كي يسيد وضع ومرتو لابد بقر وكو قدلائيا وعقوده وكو عفيكرا لكن مرها ضد ما عندك كرسي يسوق صعود هو هذا الصومالي محكو هردم يسوق هيا حبض حمر كصعود تي دقال كل بوشي ينليس هذا ما كان لقارب بس دي هذا حكينا كده عدورة مع الله يسوق هيا كرسي إيو سرت صوت فافزو إيو هوين كيسية قبل يسوق وكاك ولقوتهم وغيروي مركا سرت الله إلى واقعي دين تينا كامدا مهم جدا أدون كنا ما تروحوا لسنا سرت صوت الله إلى عليه بقى dowladaha adduunka maanta ka jira wasaaradda sirdoonka ugu xoog badan
midda wax dumiisa waxa dhista way al mukhabarat ama mukhabarat boolisiya aan noqdo ama mukhabarat askariya aan noqdo waa ku ugu dhibban way dawladdu waxay ku taagan yihiin waa sirta sir la'aan lama noolaan karo marka waa inaad sir yeelato oo wixii lagugu dhibay aad aaminto odayga Soomaali warkiisa oo kale lama rabo oday waxa la sheegay wixii lagu qarsadaba horu ka sheegi jiray waxaad u sheegay adeer oo ii qari haye uu dhaqaaqa buu sii sheegaya war waa sidee baa leeyahay waxaad waa xajin weyd anigu ma xajin karo adu intaad xajin weyso imaanay sheegin buu ahaa anaa waan sii sheegi gaas baa waan ka qaadi cuqdad bay ugu noqon ma wax xajin karo laba baara u shaayada usha laba baara وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اشر الناس ورد على النحات اشر لما دهي كره شر يا خير با ولان غرا باي دهي لبد القران القران سنه واي كيمادين شر يا خير يا اخير يا اشر انت النبي وا شيخ احاديث عن ركوائنا كتمت ابن مالك وحول انه حد وحش وحو كما جراني لبد اللقب وا واردان في كلام العرب ما كاسو كيناي marka ibn malik wa nasr al hadith min hayth al istilal al nahwi marka sidaas way in min sharri an nas bi rabban qaliha arabiyada sheegtay in min sharri ashar wididay in min ashar an nas dadka ku ashar badan waxa kamida u khayr daran inda allah ilahi agti manzilata haqa darajada ya booska yawm al qiyamati malika akharu ar rajula nimba kamida ninkaas oo yufdi ila marata hawana u tagahay oo la kulmahay wa tufdi ilayha asaguna ay la kulmayso thumma yanshuru sirraha markaas waxa xaaladda ka waramay sirteedu bay sheegay kanay ayad oo kanay ayad yani wa min sharri an-nas way hawlaha sirtaasi looma baxo xaaskaad sirtooda lama sheego si guud hadii lagu weydiyo wadaadi ma saaragteen ha waa dhigi kartaa galma si guud u sheegi kartaa iyo isu tag culays ma laha hadii ay baahi sharci ku xiran tahay nabiga la weydiin nabiga Allah ninkood intan soo galmoodo oo asagoon biyo ka imaanin uu meesha iskaga tago qabiis ma laga raamo waajiba nabigu haabu laga raba nabiga Allah waasade ani Aisha sameeyney buu faaltuhu ana wa hadii wa si guud laakiin faafayno sallama ogola mamnuu wa dhaqan xumo gunnimo way gunnimo way marka si guud waa loo sheegi kara laakiin tafaasiisha hoose wixii meesha ka dhacay haweenidu waxay sameeyseen waxa adigu sameeyay dhaqankaasi waa dhaqan waa ciyaal suuqnimo way waa qaroofnimo kabacadnimo way soo ma garanaysan warkaas arrajul nimba kamada yufdi gaadaya ilmarata haweenay u tagahay wa tufdi ila asna ila kulmayso thumma yanshuru baahina yu faafinaya sirraha wuxuu astura gabadha sirteedii hawsheeda faafinaya waa dhaqan xumo way kuradin way ku faanaan hawsha ayada abadan dumar kuna ma banaano ragooda inay ka sheekeyaan dumar raguna ma banaano in dumar kooda ka sheekeyaan hadayna zina tayna ka basi daranba laba dambi baa isku darsatay laba dambi baa isku dartay oo kala dardaran rawahu muslim wa an abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma hada social media wala soo dhigay wax ka sidee maxamed ka sheegi sirsir iyo dhag afla sheega ba iyo saaxiib balaay kala ba timid ba balaay kale nin baa la yiri ebelo maanta wixii hanfar iyo dabayl dhacaysi ma aragtay adigu ma u fururayd buuri adigu wixii maanta dhacay ma u fururayd nin fururaa ya dabayl badan baa dhacday kumid baa wuxuu aan fururayn baa wuxuu leeyahay wixii maanta dabayl dhacday indhi baa naga soo dhici gaar wuxuu adigu taas ma u fururayd sirsir baa ma ka hadlaynay hadda adigu social media ma aragtay waxa ka dhacay idib darada la wado ilaahay aan naga qabto عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر رضي الله تعالى عنه حين وقته تأيمت أي قروب بوذي أي قروب بوذي بنته قبدس تأيم كوا وحوي أيم كوا هوين إذا أنين لهاي حتى ننك الضوب كأنا أين قرسنين أيم والي هذا نوال بحاس عن حاس لهاي قال كليل هذا مركا وذات لورنجن خنيس ابن حذافة كدنتي حفصة كدنتي ومن أهل بدرنا صحابي قال تقان عبد الله بن حذافة ولا الكيوي خنيس بن حذافة السهمي أيا يا كدنتي بعد بدر وقبيل أحد بوغيريودي وي قروب بي مركة نقطة تيبو مركة كالله يا سيدنا عمر
تأيمت ويقربت بنت قبدي حفصه أيضا رضي الله تعالى عنها. قال وحول مركا عمر لقيت عثمان بن عفان بان لكول مركا أصون أكاديمة الرقية رقية بنت رسول الله بأكاديمته ومركا حاصلان وحول رقود الرين يا إنبغ وحش كيس أم كلثوم مثلا مركا عثمان ومركا حاس كيس أكاديمته يا حفصون نينك وكادن طيب وضم عشيدنا عمر يسكوها كاتشيو تلون أكسون ماشي كسو صاري. قال لقيت عثمان عفان بان لكل مي فعرضت عليه وحن أبندقي حفصة أبندقي قبل إذا حفصة يا ضد دونتو أن كسينا يا معرفة كو قرنية فقلت وحن كوري إن شئت ضد دونتو أنكحتك وأكون مهرنا يا حفصة ابن بنت عمر حفصة دي إن عمر أهيد بان كو قرنية ما هي لا قبل يسوق كل زوجة والدك بيأدي عيسى كون امتحان كي والدين تون إنها كجلا يا ميسان هيني وحياة هيد دوالك والد في عمبو آه أو قبله هذا ميل وناس أدوري أو أم الدي أو نو وداد أو نن خير بنور هذا ريا مرقى وحوري عثمان بن عفان وصاحب كا قبر هذا حفصة ونن الآن أصون وحيا الآن أذكرها كجسي تلاس أوكي يعني. قال مرقى عثمان وحوري سأنظر في أمري بل وان صوت شنيا أركي كان دبو إيجيا إن أنا ما أنت قرصان كريو إن أنا قرصين جيري بيجو عصبي بل عندي بس كون نظور فلبثت الليالي بأنن شغب ثم لقيني وإلى كل عثمان فقال وحوري قد بدا لي وحائم وقتي مركان روك روك حاجة ذي طلا ذي يا أرن كي ألا أتزوج إن أنا قرصين يومي هذا ما أنت أنا قرصين قر ويوجر لكن ما أنت وحبسكم كي أدنى بروح بس إيجا ويكل الضاطنتاي سيدنا عمر ويعفبو فلقيت أبا بكر أبو بكر بان لكل مي وصحيب قوني عمر أهايين عثمان وإسكحتشين هاي فقلت وحانكوري إن شئت هذا دونت أنكحتك حفصة بنت عمر بان كوكو حفصة هنا عمر بان كوكو رنيا فصمت أبو بكر أبو بكر ما بجوابين عثمان باب الجوابي وهالله أبو بكر ديمني وزوحر فلم يرجع إلي شيئا وحبي يقول سعينين وان قرسان إيو وان صوت الشان إيو بل هوش عن كسوا فكير إيو إيو ورسك مننا معرن فكنت وحوري سيدنا عمر وسراح هذا فكنت وحانا أبوري عليه على أبي بكر أوجد متك عرب أعرب بدن مني أنا حقي على عثمان عثمان بوري عثمان أنت نوع عروضي إن كدر من عروضي بوري سيدنا أبو بكر لماذا لبا الرموت كو أبو بكر وحن كو قبي يسكوها الليل يتشعيل أن أنا كو قبي بان كو قبي بوري عثمان اللي رقو سيدنا أبو بكر عمر سكونه سوش على عين وحين عمر النبي يقول له أبو بكر سي بوري يتشري أبو بكر سي وحين النبي يقول أبو بكر سي إلى وقاضنا عمر سي بوري يتشري وهي لدى المسلمين تقول له سوش على عين مارك النما تعيش هاي هذا وحو أنا أقول بردك تو وحتى الجواب كو قولوا هاي هي. وإس جورع وعي أدوكتي طقنا بر آدم كا كاردي مشوي لكنه صاحب جوتين جوتين وآدا يسقسي في عنا هذو حكادي ذا دوك ويا لبا وآخير وآخير مد اللباد أو بكر مجوا مشبو يري مر بجوابته وحيت هاي حتى ديدو دي أو الغو عضيا وحوينا وحقطرة يا مركز وكله وعذر دارشو عثمان سيف في عنا وجبنما وقروح سنبو عذر دارتي ولا أقبلك ولا لقي كرو أو بكر عذر لقى ما هيو ديدان لقى ما فلينين صادر تيبو سيدنا عمر عروضي وبكر هذا هو عروض فلبث ليالي هبينو نقاذي بوري فلبث أبو بكر بنقاذي لا دور هبين عبارة نشوغني ثم خطبها وحاوى صوت دوني قبل حفصاهد النبي نبي الكريم كابا صوت دوني فانكحتها إياه مركزا النبي أقوري أمهري حفصه إذن هذا مركز هذا الكو أفر مسيدنا أبو بكر أبو بكر سربوا إلى لي سربوا إلى لي هذو لها أنتو سيدنا أبو بكر الجواب أوران لها عمرو هاوش آد بأوه ناكسنتها لكن وحبان أوغاهي بلاين دورو أوغاهي عمر بادي بيستاقي محد أوغتاي بل وحيون إيشا قده وحان كوقانعو بل إباق إفتين إيفي وحو إبحي لقاها إلا إسير تكافة قطو سوالي واتقال لها هذا الدرين يركاد دريمان وحقرين يسو سيكو قد قد هايان قرق أدون قارن بكار يكاكين هايان ويكاس وطفا هايان هذا مركز سيدنا أبو بكر هذا الكو فرمي فاللقين أبو بكر بايلاك قلبي فقال وحوري لعلك ودريم هايان
marka intay gabadhu ninka soo dhaweeyso waliba ay tirado ku guursanaya waxa xaqiisa u janjeersato markaas ay mamnuuc tahay inta hore hawshu wali ay tahay in walba faylkiisa ha dhibti arjigiisa waa fasaxan tahay laakiin marka la yiraahdo ninkii hebelaabay gabadhu soo dhaweeyo inuu xoogo u carab la laadaysay xaqiisa u badan tahay marka dad ogaato waa mamnuuc ayadoon taaba la sheegid uu nabigu sheegay xafsa asagoon doonin oon aabaheed u sheegin oon ayada u sheegin maag uu maagan yahay oo keliya sayidina abubakar ogaaday oo oga hadhay gabadha una diiday waa ixtiraam iyo qadarin oo gabadhnimo wey nin kaa weyn oo culamaa waalkaa uu kaa weyn saaxiibkaa uu kaa weyn baad ogaatay inuu maagan yahay gabadhna weli lama hadlin reerkiina ooma tegin intaad xagga ka qoorato ma ka hormari kartaa sharci way bannaantana ka hormarto laakiin gubanimo maaha waa laga wanaagsan yahay xaq dhowr maaha waa sida hawshi sayidina abubakar uu sameeyo kale waxaa kaloo ku jira ruuxu si walba u qiimo badan yahay oo u dhammaystiran yahay bini aadam weeyo cadho way ku iman wuu ku qoonsani wuu xumaani siduu u xumaaday sayidina cumar adiga lagaa xumaaday si walba u qiimo badan waxaa la rabaa cudur daarasho aad ninka farxaanka uga cudur daarato walaalow saas ay ahayd saa kama wadin wa meesha xataa salafku xataa been bad ku cudur daaran karta markaasoo kale si aad qalbiga walaalkaa u ilaaliso al islax bayn annaas weeye qalbigiisaad ka saaraysaa xumaanta macaani badan baa xadka ku jirta wa can caisha radia allahu tacaala canha qaala waxay tiri hooyadeen kunna aswaaju nabiy waa tii adigi karteen marka aswaaju hadda waa faacilkii weeye hadda nunka hore hadda nunis wada artansna faacil weye marka waa luqatu akaluun albaraagiith yatacaaqamuuna fiikum malaa'ikatu billayli ومراكت منها طريقة دي كنا أزواج النبي هوينك نعم حوحي آهين عنده وعند الرسول بي آهين مالي مال ماكم إذا فأقبلت فاطمة بنت محمد فاطمة دي إن محمد أهيد باسور دقاق دي تمشي أيضو صعونيس ما تخدو أي سنقفين أين سيرين مشيت وقاب صعود كيدو من مشية رسول يقاب صعود كنام محمد شيئا وحبا سانقات كي صعود كنبي أدو أكيد موقال كان النبي مشي تاقن بأهيد بضعة منه عليه الصلاة والسلام بي ولا صور رفاضي ما كوكي دفاع جرتي آد بوش علا يؤذيني ما أذاها ويريبني ما رابا وكي نبي ورجع عليه الصلاة والسلام مركو وحا هوانك نين محمد أكفر ديا وهارينها كفر ديا ونبي وش كينا يدح فر ديا بع وحا صوب بحدي فاطمة هل كاسو كالك صوب بحدي تمشي ما تخطئ مشيتها سانتي دي سعود كيدو وسن قفينين وسن قرم مرين كسرين من مشية الرسول الله الشيخ وحبك كما نبي محمد الصعود بعد موديس نبي محمد الصعود بعد موديس فاطمة كي صور آخذ فلما رآها النبي مركو أركي أي فاطمة إيش سوق بطي رحب بها وسور دوي وسور دوي إنه من غن دقيد مركو عروت يسوق قلان وأقوم هبل أيه ورعروت والله كسبدا المها أطش والله كسبدا هي محيطه قولي منك أورم بها يديه كوا كلين يشوغان يني مقيهين منا مدرين زينيا يعني. المها ذو حق بقول يا هاي صنع عديد جرين والد نهبار له المنا عقوبة له ما مقشي عقوبة لي وأضوما يركو وصدول المسؤول كتاي قلبك هذا أباين هل تبع سمي كاربان هل كائنات كش عشوة دريما بأباين وحبنا ما يتريزا وأنا ذا هدو أنفعي دونتا مركض دمتي أبحسنا يا يعني. كهاري ميسو الروح أركيس أبوه هو يدود أباه دقة جعل لماذا هو يدود وحي سكوه يسنن وحي هو يل وحي سنشري أباه وحي كيله وحي هو يكواي مرك رح بها بالك عربا عروت هذا يري إنسو دوي ونحريسو ولطف بالك نحريسوي رح بها النبي وسو دوي وقال وحوني مرحبا بابنتي سو دوي قبر دايدي ثم أجلسها عين من كسب فريسي أباه هلك سو فريسو يري ونقول لك بها وعرور لي وحنا نقول سيدا يلي قبر يرمى فود لي ما ثم اجلس عن يمين لك بملك بفريسيو او عن شمال بلح بفريسيو ثم سارها نبغي حكو سريستو كو قرر صديح وحبو الشيغي حكو الشيغي نبغي انو جيريوني وحال دي سوى سوى دماتي مركنا وبت قباها حال دو الشيغي فبكت ويو اذا فاطمة بكاء شديد اوهن دير بي اوهن بي اوهن درم بي اوهن معايلا دي نبي محمد وعاب هذا ومدي وايل كيديا الرسول كيديا نحريس تأدون كنو جوك تيئة أي شيء يوشيك أنو جيريوني
فصبت علي مصائب لو انها صبت على ايامي سرنا الليالي بوري نك على علي شو وحس القاضي كريم باكو دحاي علمك صبت علي مصائب لو انها صبت على الايام سرنا الليالي حرم مصائب باكو دحاي ولا يغوش بي هدي هبينها هدي مال ما لغوش بي لها بروح انا قبت برايا مال ما لغوش يدين لها مال مو هبين بين نقول لها يبور مال ما انت كبحان يا هبين سب دين لها هو يدين جريد الله شيخ فاطمه جريد الله شيخ جريد لمدا معها جريد مسلمين صوم مرتي صون مريض دونت معها سو سيدا ما نبي عليه الصلاه والسلام نينك مصيبه اي كدعدو او عليس دريما ها حسوس بل جريديدا جريد مصيبه كعلس مسلمين ما صوم مريس نبوغا مركين اويدوين وا فاطمه اويدو وا قصبنت فبكت وحيد بكاء شديدا وين ادو درن بي اويدي فلما راى جزعها مكو نبا اركي ارغخيداي ساي وحانونستاي لحوغيدا سارها الثانيه مر لباد بو كسريستو دغتا اف بو ساراي فضحكت هويد فاطمه وي قصشاي وي فرحداي ضحي غاني وا قصل كي فرحه قصل قرير ما كي فرحده وي ويلا يا مكه هوين كان محمد اوهين زائده او دبتا دبيا لقصل اذا مركان دمنا و هو شيغ لبا اريمود بو سراعيي وحول أبو وحبا أوين أهل كيغا روح أغسوه الرئيس والرعباتاي هذا يغسوه حيغا لح بلود بين النبي كدمس عليه الصلاة والسلام ويصدح بلود مرة الأهيد بل لح بلود مرة الأهيد بالله الشيغا حنون كي حنون سطين نمع تقيري سميسا كعين بالله هذا هذا من لح بلود بين النبي كدمس والله وحبا علي نبي وشيغ وحوكال وشيغ مركا يدماتانا إن لغدغ يوغا سدى هاوينك جنة غليوران سيدة النساء العالمين في الجنة مركو حي كفر حضي إني آبيت كدبة تغيس ميل ونكسنا لقيني فقلت الله وحانكوري عائشة ورنيسة فقلت الله وحانكوري خصك رسول الله رسولك الله وحكوكوني يالي من بين النساء هاوين كيس دحضو دم بس قالك وقبي بالسرار لسريس وحلقو قرصده هاوين كو تشعلا عائشو تشوكتو احب الناس الى رسول الله اه يا هاوين كو دنو فديو نبي انتو كل حبيب وسر كو قرصده خاصك رسول الله رسول الله وحكو غوني يلي من بين النساء هاوين كيس او دن كاغا غوني يلي بالسرار وحكو قرص يسر ديبشو ثم أنت تبكين ما كسرنا أويسا ما كسرناه فلما قام رسول الله رسول كلام ركوا استاج سألته وحان فاطمة ويدي عائشة دان أهل النبي محكو قصر قصدي ما قال لك رسول الله رسول كلام محكو يجري قال وحجري ما كنت فاطمة فرس مرك محل شاهد كنت نشيخ كربا ما كنت مي اللي أفشى متفافسة على رسول الله سره نبي محمد ترتي سفافا ما يمنع الشيخ سرتا قريبا ليلي انا شيغنا مره ادون بان كو شيغاي عيد كلا او سي شيغ وخبا كما جير واي سي بخي نول بنو كو كلسون ياي با جيره نول بنن بو كو كلسون ياي ادو صاحب كا باد وحا تري اي قري انا كو كلا وحان اورنيا هبل با اي شيغاي اي قري ان كو دافن نين كلا و خوري ان كو دافن غاريس ما كنت متا الله ما كنت بحيت الله غاريس وي جيرتا دوري بنت كتكت اي ان كو دافن وركا حجي فلما توفي رسول الله حبان كبودي فلما توفي رسول الله رسولك لما مركي حجابت الله وافسدي قلت وحانكو الى دان عائشه عزمت عليك وحانكو قداري فاطمي بما لي عليك من الحق حقا انكو ولا درتي لوالد بوتي وهو يدي وابيه حاز كيسي طيب لما حدثتني ان ايشكتان كو داريه تري ما قال لك رسول الله رسولك و ما نكا كو سريست والدنمدا ان كو لهي يا وحان كو دارينيا يا حقا كو لهي وحان كو كاغا هيستا ان ايشكت و خنوب ما نكا كو قرسد فقال وحيت فاطمه وحيت اما الان هذا صومها فنعم هذا كو شي كرا واسرها روحي دنتني ان داو او غيسنين شرفتي سنه ان داو عينين دينيا إن لا شيغانا بنان إن بعد موت صاحب السر وي بنانتا إن لا شيغو هذا من قبطي فضيلته كالي سيدي سرتي وكشيكي وذاتك حسين
حسين بن حسن بن حرب الثق المروزي تلميذي معها ابن المبارك عبد الله المبارك نينك إمامك زايدك عابدك عالمك فقيها رجل جمعت فيه خصال الخير كلها كلها وكيدها بأورنجري وحور مالما المكان دولان بانتقنا الدقال حريق ريبا العباس بانتقال كقيب قال لي حلوس والسكو صف دقالي المسلمين تبا صف بالله حقي حقا انتا ويرك الاسكو قادين لازجلين يا حقو والصبحة قال فيروي وامتحان وصف عرو لبسون وعوال بودة ميستنية سوب وذي وحور هل من مبارز يا إبحاية نين هل يوجيس يا سودة يا طاي مسلمين نين بأبحي قول قول ديقى مسلمة كوكالا أبحي قول قول ديقى كوكالا أبحي لحب إسرائي مكاسا مسلمين تفورسين والعب صغي لحنين وقصوا أبحثون من يقدر رأوا يقولوا كده قالكم قال مصيبة بلايا بلايا الله سوين إصي عبد الله مارو صف ضمبه كتيري أيار دقاقي انتو صف فرس كسي الله وريقي وهبا اسكو قريب وريقي نكبا أبحي قريب اسم اسكرات اسكار ديقي قال كعبار بيدا لوكو ديقي يا إبحايا من لباد من صدحات من أفراد من شناد من لحات تضبوا قرسي ورأس المسلمين تكبير صدام وحيدا هو ملك وحن ما بيعاده ما ماها نينك سيدا يلي نينك ما أنت نرغي مركو إدبي قال هذا والعب عبسان مرقال صور دقاقا لواي تضبان إنو عنا بلو دقاقا وح صور دقاقا لواي فارس كيبو دقاقشي صفق حكام وريشي بور بسكو برتي وكجب كسور نقضي أرضي بحكو يري انت نولا يهدات شيكتو شيكتو آخرية دلوان كوهيستا مسلمين تي انتي لغا شيخ وحي امن سنه ما نكا وحي نوهي لي ملك من السماء بو ملك من السماء ما ايدي عبد الله مبارك ابو عبد الرحمن المروز الخراسان التركي عرب ما نكو وتركي وعجمي تركو لا سعدا ابينا اضون بو اضون لا اضون صدو ابي دين تن اسلام وحي كخدنت هي كليا ان ادغو هي وحي اسك دغتو ابتري شغلكم لها يا قوميه منا ما وأجد أمام مركز الشيخ وحور ورمان ملك ما هيني أبلان ما أركبوا أها أنا هوش الشيخ يقول سريست ومحن لو شيء ويداري وحور انت النور شاي انت النور مش يقرت لكن ما لقى دمت وافز عنتا تنو كلا كم سرها النور عاصو كلا الروح واحترى يا دنت سرت اسكلا أما أن عيبيني أما أن خطر دين كتير بعد موت إلا شيء واسك بس فز عنتا هالشيء انت سحتا إلا فري واجب ما مركز وكل داي قالوا هذا دكتين سراها مركي عبارة أوروريان ونرجان وجبيستان ووضان كنتم صنا لواطن صنا كذب بقول صنا كذب ويسود دايار قيبة يسود داير قيبة الربار سراها الديدة إلى أمك إن يسود دا سراها الصومالية كم بدأ ما دكتين ضل والبوحي كسميت يوحي كم ما قناه ويسود داير ما يضابعان وين الشيء قال إلى أمك كان برجع أفريقيا الصومالي ويديني سرت الديبان خاصة جبل كصومالي ويد دكتي صومالي قلب الله يده هذا نيمان باوارد ويسو أفريكا كتاقو صوماليا سير تقوبل كي دبعين اي هلان ملف كي انجريس كي تقين مدحف كودي والود دي دي محاجر اللي يري ولي اتشودو ينكان كان لاهين لابا بقولو صنع الى امن كان ما يسوصو حرمين موشين كي ولي مفولين مشروعي مفولين وملف مفتوحة لم يغلق بعدو الى الحرو سير ديبي مينا دي اللي قصو دقاتي اذن وحال الذين كما قين يواتا قانا صوما سمت قانون مسويدين شيغا حبايدين شيغي ماي ان بدن بادي وري سيري اما الان هضم يا بيجري فنعم هو كوشغا هويي اما حين سارني في المره الاولى مركو اكوبا مركو ايغو سريستاي فاخبر النبي حيوش ان جبريل عليه الصلاه والسلام كان يعارض القران قران كان انو بندغي جيره كلا سوجين جيره في كل سنه هلكي سنه مره او مرتين هل مر بكل سبعين جري وأنه جبريل عارضه الآن سنة كان وحوئي بندق القرآن من بداية إلى النهاية من الفاتحة إلى الخاتمة يقول الأخرى أما يقول لك يستي مرتين لبات شير وإني أنا قلنا بحضان أهين لا أرى وما أركى الأجل ما في لها يجيردي إلا قد اقترب إني سور دواتي فاتق الله قبل إلهي كعبسه واصبر طول قضاء الصبر وهضان لتهؤين لابنها قيسن وضدي أنك أقتقنا حكال ليحانن أبو ولا دردار ما يجري جيرنا وإيش يجي يدردار بس كوك الراعي مركوان ويجري
فإنه نعم السلف أنا لك يقول بيتري نعم السلف أنا لك أحد كاهر رأي أنا كوهو راكسن نعم السلف سلف وضعك كاهر رأي هذه أحد كاهر رأي جنتك كاسه رأي كوسي جيت قاضو كوسي كسور دوي أنا كوهو راكسن نبغى وشوش فبكيت بكائي وانت يدبن أويت الذي رأيت أهوي أركيسي فلما رأى جزعي نبغى مركو درامي أجج حجوا أركي إيو عليس كأن درامي صارني الثانية مر لبعض بوحي وسر يستي فقال وعجل يا فاطمة فاطمي أما ترضين ميذا رحل كو هين ميذا كو قن عين أن تكوني إن نقطة سيدة نساء المؤمنين مؤمنين تضمر كوجاسد دين لقاعد يقول إلهي سيدا كوب بقره ميذا كو قن عين أو سيدة النساء هذه الأمة أما وياسد دمر كمسلمين تجنا ذقلها يلقاعد يقول فضحكت مركاسا قصيد ضحكي الذي رأيت قصل كذا أركس مركاسها سرت سدا سيعيد وسر خيرات يسر دبكين يسمعها نبي محمدنا عليه سو كين يسا أما الدين لقريب ما وهاول أنا خصيصة والنبي يشيعي جريد النبي قال وادي ما تقول أركس دونابا واسمه جروي متفقون عليه وهذا لفظ مسلم ولفظ مسلم لفظ جزيبة سداء مركا إن يتعي سرت سيو إلى لسي حتى هو يوجد دي أمهات المؤمنين يوجد دي أي ماشكو عضاي معايا نبي قاري مدي لكن معايا كدرنت سرت هذا النبي قاري كمدي فاطمة سيكو يقات إنه جون أيضا حوش هوان كان كقرية كقرنيس تاسا سرت توسع إذا هو يقرس فاطمة يا خديجة يا مريم يا آسيا أفرت الضمرك أي حديث تلمانت إن يهين وازياشة ضمرك جنونه قالها يوم بق وأنا أفرت لا تترسي هي كيف أفض بدن مريم بنت عمران إيو آسيا امرأة فرعون إيو خديجة هي فاطمة أدب إن إذا خديج فاطمة أفض بدن تاي هي خديجة أفض بدن تاي المسلمين تاي يقود قالمان قبل يهو يدي حلو بدن هاي إن أي ها إن أي قبله عفوا إن هو يدو فض بدن تاي لو بدن يه من كان يسأل إن أوجستها إن أضمت كله كفضل بلان تاعي لكن ريه بلا أوجستي دي زي علماء زكية بفضل بلان علماء لا أوجست لماذا حلب ومنقبه منان جونا لو جوسين كرا أو تقتل ما من تاعي ملا كرنا ركبة كعف عنان كرا سيدة جواد فاطمة سيدة فاطمة حلقية أوجست لماذا لو ما موصي لكن هو خديجة كفضل بلان ساس الراجح وعن ثابت من أسلم البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أتى علي رسول الله رسول كلاهي بأي صوم مري وأنا ألعب مع الغلمان أنا عرور العياري كري العياري فسلم علينا نبي وانا سلامي السلام عليكم عرور إسكوى الرمبوت نبي وانا سلامي وعكو ترتماشي عديد قيبت وراد دنن لبن عرور إسكوى عياري كران بردو دمي كران أن العذابين عيارت أن لود ديدن عورض الموجن هيان إذا بدر رئيس دل هيان وحن باللود ديدي وين ولود دينية نبي قلت شو عيار إنسان حرم مسلم بابتين عيارته معي هاي صوف فريسة مزاد كجلا نبي قلت مدهين نرجع بدل بعورته كتيرة طاقة يليين إن يبيعين بيوبعين ويحرم صنع حتى عيار ويان ويرد ويان ويكوريان وعبدان بقصو وين النفسان سيعوا سبعان وقص سيعذان لفوق الإسمان حبنه هذي مرقوه الإسمان مسكحه أفر ميس عارف ما بيكون فكري أي مد جسدي أبا مركز وأين وقت اللصي عرورة دكس القرآن كجلها يسيق ستات تسيق ستات خطأ وهي إشكال عليا إن يروب مد الجوب بابي الماء عرورة دكس والله كحين يا لحدة أرور نمو على سودانية يا لحدة كلا لسودانية الصبح إلى المغرب الله ينري المو عذاب ميابة معلمته شغل كهاتو تشيين شغل كهاتو شغل خلدان وهي تربية في عن ما المو الدالية مسكحيا وقال نوع عرط قرآن كبرنا يعني نسبة قرآن كده جنتي أنت كده كبد يا حبل الله صوب قرآن يقرد ما كنت جري شري أنا كله وتكفي عناي قرآن كنا مدير بان كده من شري وإحنا قفها بنانا متشرو المهن أرورتي انت القبطان أو الميل قليزان أنا أو المخرج تكسي صوص عريزان وعذاب وي يا حب بريان إيه مايو معلم بفرديو إني مبوشي ديكا كينا مانك بقايا
حق على أنتم ما هذا كهلا هي على أنت أصلاً أو ما في عرورة نفس بدل وين هيلات معلن كأن هلي كرين مالي عرورة كعيارا أما ويسحذان أما يكبر دو الدمان هف صوف صحو حلقي برقضة هذه بريك تايم سود عرورة هي مادين لا بس عقولها سود بودين بعد ظهر ضن الوجوس عليه عصر دير صوف صح عصر دير تكون عرورة سود داية عرورة وقت وين هيلات وقت يكون عيارار أو يكون نستار أو عشر أو حيسا وين هلا وحاوس يدران أون لي يا أبي سيكس تو سيكس بيسود دين يا يار ليلة جروب على صوصين يا أولي عاوة كسو شقي توشي نوح لقو شيئان أصلا وامتحان كانوا وضعوا سعودا علمي ما أنتظر مقنا أو تمرين كي ليلة كان لغو سو شقينين أو بوق نواتا كو إماني صلاة الله ديارن أسوأ رفاتن يا شن ساعز يدعها يا صلاة صبح لوجت الماء سوى حيوي قلب لوجت سري رفات ودالية دكسي ونعية وعقد شيء ذي يا إسكول هاللي يقوله ما كان ما برا مدرسة إسكول برا ما قرآن كي قد داية معلم أنت ككيني هواك يا والد كنا قيب بكل يوين وعرض اللوز عليه مرة بار نجح شيء معلم كعرض صوف صحة عرضها لقلب بحبا أذاب كلام ماشي كتير الصقورة، وعرفت سيدها لورد دام، عرفت سيدها لورد دام، قرشها قرشها خلدان وي، عرفت وقول رفاضية ويكون بابا أيان معانك وقول رفاضية ويكون بابا أيان، لبيه طن ساعة، ما هو البيت كتير كرتها، الله يلمع عروه ولي بقى، نيو يبنوا هذا كيسن كريني، وأنا ألعب مع الغلمان وأخادم كنا محمد، نتوس كسوة تجيب عرفت الله عيارها يا. نبي محودين عروت مكلا في جن وطروشين لكن هو صلابة فسلم علينا فبعثني وحيدر رسل النبي إلى حاجة دنو وهابو يدر رواية أحمد بعد فأرسلني في الرسالة فرين بنبي يدي بروهيب الجرسي يجري فرين فأبطأت وحنكس وضاهي ور على أمي هو يدو مسلم ما كس وضاهي ما كن النبي أوكي ما أده أيده إيمان جرواية تقانا مركو أنتو صغير عيار الصون غن ويقياس نيد حل ديرات ايو مالنكاس انا اسكو درسدي سو نقشدي غري هويدي وي درنتي فابطت وحان كو داهي وي على امي هويدا وي تيكستاي فلما جئت مركان هويي غريدي ايمد قال وحيت ما حباسك ما انت ما حكو حني بحقت كبعدي فقلت وحاني بعثني رسول الله لحاجتي النبي محمد باطن يدرسانو عياري ان هوشه دم نبي هو يدر هوش بان كو سو داهي قال وحيت ما حاجته نبي ودنتو كو در هويي مخي اهي إن قلت حاله إنها سر وولير وسر النبي يديب أول خاصوي سر النبي يديب ولو شيء ما هي معلن كسرتي سعرت وين إلى ليان وبرتان معلن كسرت أشياء جو والدك سرتي سي المها معلن كونه والدك أجا ورب ما إذن كم علمين تهدي عرضت سرت باللبن قراعة شو جي أص هوا شو قولي أكمل شيء كين كرتين هل كوت على ما أمس هو يدا ورك يدي أبا ورك ساجين ولا لها كشيء كين إن أص ده عرضت وإن لبر إدبت أخلاق الله بروي إنها سر وسر نبي محمد أوليه هو يوم حيتني مركه قال وحيتني لا تخبرن هؤلاء شيء أحدا آدمي بسر الرسول صلى الله عليه وسلم سر تنام حنا هؤلاء شيء قال وحور أنس أنس بمركه هؤلاء شيء أردك سوق وياه ثابت بقول شيء والله الله أنكو دارتي لو حدثت به أحدا فرنت النبي مالك إيدي بتسير تادن آدم هؤلاء شيء لحدثتك به يا ثابت ثابت أدب وجه على أنس من هذا وقت ما يو علمي سنة حمباروي هذا نروح وشيء جاي سر تازي ما أنت هذا نقول شيء جل هبرة أي ثابتة لكن هو إذا نقول شيء جين هذا ما كان نقول شيء ولا قد قالها هي علوم وحيدة هذين بالإجماع سر تأيضا سر الرماء الدنيا أما نبغى وخاصة عين مويين سر دينيد أو حكم شرعي كحرية ما هاي لماذا نبي محمد مقر إنه ولي هي حكم شرعي ومد خصي ولي ما قرنين ما نقرن كرو مرك اجماع يسوقني واسحين من البطل باوشا كنت تكسدي راك ودنا كما يسمر من رواه مسلم بو الحديث وروى البخاري وبعضهم مختصرا بوريي صادرت يد وحنفليا حديث وحاج اسال انا سو وريو بسند حسن نك علي مزيد من جدعان لورنج ربا كجره القرشي نين كان سيد راجعين وحسن يا حديث كسباج يا راجع هادوسا مركب نكارك لو ودنين حديث مكة أبو يعلى إيه ورياني خرائدي في مكارمه يوحى كيمد
احفظ سري تكون مؤمنا. يا أنس مكي الله كينا يا أنس النبي أخذ ميني بقول الله لقونه والله صغير تمن جرأة قال يقول احفظ سري تكون مؤمنا سرت إذا إلالي أو دور مؤمن ما نقول إيساي وحي السر يعني أخذ صاحب سن هل كاكو أكاد مرك النبي سأل الله بالله ما يصغير هذا أنا وأضي وإيه سي مرك سر كل شيء هيا سرت مش إذا وإن لا إلالي يسرى لا أسطره هاد شيء جدود دب بلن بيكيني واسكو دع بيكيني أما أنا در بيكيني ورد دنبول لسو شيء قال لواي اسأمن كيرانا يا والله سبحانه وتعالى عليم.